الآن 19 من الحدث. التاسعة عشرة بدأت مشاهدينا، وفي عناوينها: رغم الإدانات الدولية لمحرقة تل السلطان، مجزرة إسرائيلية أخرى في رفح تستهدف مجددا خيام النازحين. ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ستة بينهم اثنان بجروح حرجة في معارك رفح. إسبانيا وأيرلندا والنرويج تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية، وأوروبا تبحث معاقبة إسرائيل بسبب رفح. واقعة فريدة بالبرلمان الفرنسي، نائب يرفع علم فلسطين، وماكرون لا يرى مانعا للاعتراف بالدولة. وتحقيق للجارديان يكشف تدخلات إسرائيل في عمل الجنائية الدولية الموساد، يتجسس على قضاة المحكمة ويهددهم. أهلا بكم مشاهدينا. رغم الإدانة الدولية الواسعة للمجزرة الإسرائيلية في تل السلطان غرب رفح، والتي قتل فيها حرقا أكثر من 45 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال، عادت آلة القتل الإسرائيلية لتكرر المجزرة، حيث قصفت مقاتلات الجيش خيام النازحين في مواصي رفح. وكما كانت منطقة تل السلطان منطقة آمنة كما زعم سابقا الجيش الإسرائيلي، وهو يدعو النازحين التوجه إليها قبل أن يقصفها، فمنطقة المواصي ذلك الشريط الساحلي الضيق الممتد من رفح جنوبا حتى خان يونس إلى الشمال منها، هي إحدى أهم الوجهات التي يقصدها النازحون من رفح، بعد أن أصدرت إسرائيل أمرا بالإخلاء لمناطق في رفح والنزوح إلى تلك المنطقة. إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما حدش يكشف عن حدا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله. كشفت مصادر الحدث عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجروح حرجة، كما أصيب أربعة آخرون بجروح متوسطة في معارك رفح. إسرائيل واصلت تقدمها ووصلت إلى وسط رفح لأول مرة بعد ثلاثة أسابيع من بدء العملية البرية في المدينة، وتمركزت الدبابات قرب مسجد العودة، وهو أحد المعالم الرئيسية بوسط رفح، وكذلك باتجاه الأحياء الغربية، اتخذت مواقع على قمة تل زعرب وسط اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين من حماس في المنطقة. ومنذ أن بدأت إسرائيل توغلها بالسيطرة على معبر رفح الحدودي مع مصر قبل ثلاثة أسابيع، تجوب الدبابات أطراف رفح ودخلت بعض منها مناطقها الشرقية، لكنها لم تدخل المدينة بشكل كامل بعد. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عمليات في محور صلاح الدين المعروف بفيلادلفيا برفح الليلة الماضية، بناء على معلومات استخباراتية أشارت لوجود مسلحين بالمنطقة. قالت وكالة الأونروا الأممية إن نحو مليون شخص فروا من رفح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وكانت مدينة رفح تؤوي أكثر من مليون فلسطيني فروا من الهجمات الإسرائيلية على أجزاء أخرى من القطاع. وقالت الأونروا إن السبب في النزوح من رفح هو عدم وجود مكان آمن يذهبون إليه وسط القصف ونقص الغذاء والماء وتراكم النفايات ووجود أوضاع معيشية صعبة، وأضافت أن تقديم المساعدات والحماية بات مستحيلا تقريبا. يأتي
ذلك فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن المستشفى الميداني الأندونيسي وعيادة تل السلطان بمحافظة رفح خرجا عن الخدمة، بينما لم يتبقى في المحافظة سوى مستشفى تل السلطان للولادة. وجددت مناشدتها كافة المؤسسات الدولية والأممية بضرورة توفير الحماية لجميع المستشفيات والطواقم الصحية العاملة وسيارات الإسعاف. احنا بدناش مساعدات لا من الجو ولا من الضاي ولا من البحر ولا من اي مكان. بين الله يا مهند، بين الله، بين الله، الله يصلح الحال. بقينا في غزة، طلعنا عن صراط، من صراط طلعنا على دير البلح، من دير البلح على رفح، من رفح النزوح الخامس طبعا على صراط تاني. كنا في البركسات وصار عندنا قصف وطلعنا على الدير وصار عندنا حريق والأطفال وأشلاء وكله تدمر، فإحنا خفنا وطلعنا على الدير. ما هو مليان ناس، ما إحنا جينا من تل السلطان وخفنا، المدفعية وصلتنا، إيش يعني نموت يعني نستنى؟ مش عارفين إيش نقول. لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن مشاهدينا، ينضم إلينا مراسلنا من دير البلح وسط قطاع غزة أسامة الكحلوت، ومن مدينة غزة مراسل الحدث خضر الزعنون. أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع أسامة، وعن وصول الدبابات الإسرائيلية إلى وسط القطاع وما الذي خلفه هذا التقدم الأول منذ بداية الحرب نحو رفح من عمليات نزوح. نعم، صباح هذا اليوم تقدمت الدبابات الإسرائيلية لأول مرة إلى منطقة الجنوب من منطقة تل السلطان، هذه المنطقة أقصى منطقة غربية في مدينة رفح، ويسبقها عدد كبير من الأحياء في منطقة وسط مدينة رفح. منذ عدة أيام تحاول الدبابات الاقتراب من قلب مدينة رفح لكنها لم تتمكن، وتناور في أكثر من اتجاه وأكثر من محور وأكثر من شارع وسط قصف مدفعي عنيف على كل الأحياء التي تحاول الدبابات الاقتراب منها، مثل منطقة مخيم يبنى وحي البرازيل وحي السلام وحي الجنينة. كل هذه الأحياء تحاول دبابات الاقتراب منها وصولا إلى منطقة قلب مدينة رفح، ولكن لن تتمكن بفعل اشتباكات الضارية في هذه المنطقة. ولكن صباح هذا اليوم تقدمت الدبابات باتجاه المنطقة الحدودية مع الجانب المصري تحديدا في محور فيلادلفيا، وتقدمت باتجاه المنطقة الغربية. البداية كانت من معبر كرم أبو سالم، ثم تقدمت باتجاه معبر رفح البري، والآن انطلقت من منطقة معبر رفح البري باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح، وبالتالي الآن باتت تسيطر على أكثر من ثلثي معبر محور فيلادلفيا. وأيضا حتى هذه اللحظة الدبابات تبعد عن المنطقة الساحلية وعن شاطئ مدينة رفح أقل من 3 كيلومترات، وبالتالي هذا الاقتراب الكبير للدبابات المنطقة الحدودية مع الجانب المصري وإطلاق القذائف من تل الزورة، بحيث توقفت آخر دبابة تمكنت من الوصول إلى المنطقة الغربية وقفت على تل الزعرب، وهذه التلة منطقة حدودية تكشف كل المنطقة الغربية لمدينة رفح، مثل منطقة الحي السعودي ومنطقة تل السلطان، كلاهما فيها ما يقارب من 500,000 مواطن فلسطيني ونازع كانوا حتى يوم أمس. ولكن بفعل الضربات الإسرائيلية المتواصلة وبفعل القصف المدفعي والعشوائي العنيف على هذه المنطقة وارتكاب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة باستهداف قيام النازحين، هذا دفع كل العائلات النازحة وكل العائلات المقيمة في هذه المنطقة على النزوح إلى منطقة دير البلح ومنطقة مواصي خان يونس. شاهدنا اليوم مشاهد مؤلمة لعائلات تنزح للمرة العاشرة باتجاه منطقة دير البلح، على اعتبار أن هنا متسع لهذه العائلات خاصة، وأن هنا أراضي زراعية كثيرة في محيط مستشفى شهداء الأقصى، بالإضافة للمنطقة الغربية بخلاف منطقة المواصي التي اكتظت بالعائلات النازحة منذ عدة أسابيع حتى هذه اللحظة. طيب أسامة، ماذا عن عمليات الإسعاف والخدمات الطبية مع بقاء فقط مستشفى واحد حيز الخدمة في رفح؟
يعني يوم أمس تقريبا كنا في مستشفى الكويت التخصصي في المنطقة الوسط في مدينة رفح، ولكن عندما تجولنا في هذا المستشفى فهو يقدم الخدمة العلاجية والإسعاف الأولي للمرضى، ولا يوجد أي خدمة مبيت أو إجراء عمليات طارئة أو عاجلة، فقط يتم تضمير الجراح للجرحى ويتم نقلهم إلى باقي المستشفيات الميدانية في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. ولكن يوم أمس هذا المستشفى أيضا أعلن عن توقف خدماته وخروج عن الخدمة، خاصة وأن طائرات الاستطلاع استهدفت 3 من طواقم العاملة داخل المستشفى، وإبقاء فقط عيادة تل السلطان هي عيادة ليس لديها إمكانيات لإجراء عمليات طارئة وعاجلة، وبالتالي كل مدينة رفح الآن لا يوجد فيها أي خدمة طبية كما مناطق شمال قطاع غزة. نتحدث هنا فقط على إمكانية نقل الإصابات عن طريق سيارات الإسعاف ونقلها إلى المستشفيات الميدانية الموجودة سواء كان في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، وبعض المستشفيات حتى هذه اللحظة ما زالت في المنطقة الغربية لمدينة رفح. كل المنطقة الجنوبية الآن في مدينة رفح بلا أي خدمة طبية، بلا مستشفيات، جميعها تم إخراجها عن خدمة، بداية من مستشفى أبو يوسف النجار في المنطقة الشرقية لمدينة رفح، ومن ثم مستشفى الكويتي في المنطقة الوسط، والآن في المنطقة الغربية فقط عيادة وحيدة هي من تحافظ على أدائها من أجل تقديم الخدمة العلاجية وإسعاف المرضى ومحاولة تقديم يعني الإسعاف الأول لأي مريض يصل إلى المستشفى. نعم، أنتقل إلى خضر أيضا معنا من غزة. خضر، ما الذي يمكن أن ترصده لنا من مشاهد جراء ما يجري في رفح وأيضا في وسط وشمال القطاع؟ نعم ماريا، يعني استكمالا لما تحدث به الزميل أسامة، يعني أيضا قبل دقائق من الآن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت حوض المياه في منطقة مصبح إلى الشمال من مدينة رفح، هذا تزامن أيضا مع إطلاق نار كثيف من قبل المروحيات الإسرائيلية التي تسمى أباتشي، وبالتزامن أيضا مع قصف مدفع وسط وشرق مدينة رفح. مدينة رفح كانت منذ ساعات فجر هذا اليوم وحتى ساعات المساء تعرضت لسلسلة غارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا عمليات قصف من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح وتحديدا في المناطق الغربية. على وجه التحديد نحو 70 فلسطينيا سقطوا ضحايا منذ فجر هذا اليوم، وحتى الآن كان أبرزهم استهداف الخيام للنازحين في منطقة المقصي، هذه المنطقة التي تعتبر منطقة آمنة ومصنفة بأنها منطقة آمنة وفقا للجيش الإسرائيلي الذي دعا المواطنين إلى اللجوء إليها وإلى النزوح إليها، ولكن هذه الاستهدافات للخيام أدت إلى سقوط أعداد كبيرة كان أبرزهم في منطقة المواطن الغرب من المدينة، حيث سقط نحو 21 فلسطينيا ضحايا وأكثر من 60 من الجرحى والمصابين، وغالبيتهم ماريا هم من الأطفال والنساء من النازحين الذين فروا يعني من منازلهم من المناطق الشرقية المناطق الوسطى من مدينة رفح وتوجهوا باتجاه هذه المناطق الغربية. ولكن فيما يتعلق أو بموازاة عمليات الاستهداف في مدينة رفح أيضا في المناطق الوسطى من قطاع غزة كان هناك العديد من الاستهدافات لمنازل المواطنين، وأيضا هنا في مدينة غزة استهدافات متتالية في أحياء مختلفة من المدينة كان أبرزها في حي تل الدرج عندما استهدف الطيران الحرب الإسرائيلي بيتا قديما في البلدة لعائلة الصين وأدى ذلك إلى سقوط 6 من الضحايا، فيما بالمناطق الشمالية من القطاع تحديدا أقصى شمال قطاع غزة مسيرات إسرائيلية أطلقت النار صوب العشرات الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى أماكن سكناهم بعيد تراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية خصوصا في منطقة الفلوجة ومخيم الجبالي، وأدى ذلك إلى سقوط أيضا 6 من الفلسطينيين وضحايا وأيضا آخرين بينهم مسافرين وأحد الأطباء وأيضا مواطنين، وغالبيتهم تأكلهم مريا لأنه لا يوجد مستشفيات عاملة في المناطق الشمالية في جبالي وبلدة جبالية إلى نقطة طبية في مدينة غزة وتحديدا في حي الشيخ رضوان أقصى مدينة غزة. هذا أيضا يترافق مريا مع أوضاع إنسانية الصعبة يعيشها الفلسطينيون بحثا عن لقمة العيش في ظل استمرار إغلاق معبر رفح البري الوحيد وأيضا معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد، والفلسطينيون يطالبون بإدخال غاز الطهي للمناطق الشمالية من القطاع حيث باتت الأوبئة
والأمراض تنتشر في صفوف الفلسطينيين نتيجة استخدامهم لعمليات يعني حرق يعني الخطب وأيضا النايلون وأمور لا تستخدم للحرق، وهذا تسبب بانتشار الأوبئة وأيضا الأمراض خاصة في صفوف الأمهات التي لا يجدن حطبا ليقيدوا به لإطعام أطفالهم خاصة في المناطق الشمالية من وادي غزة. إذن أستغل هذه الدقيقة الأخيرة مع أسامة أيضا حول ما تحدث به مراسلنا من غزة خضر الزعنون. أسامة، ماذا عن ما الذي تبقى من زاد لدى المواطنين في القطاع مع حديث عن توقف مساعدات عبر الميناء البحري المؤقت وأيضا المساعدات عبر معبر رفع حسب ما نقلت وكالة الأونروا؟ نعم، طيب، يبدو أن أسامة لا يسمعنا. طيب، أعود إليك خضر، وعن الملاذات التي يمكن أن تكون آمنة ينزح إليها المواطنون من رفح عودة مجددا إلى الوسط والشمال. يعني الأماكن الآمنة التي كان الجيش أعلن عنها والمواطنون سلكوا طرقا إما فرعية وإما رئيسية بالتوجه إليها خاصة في المناطق الغربية من مدينة رفح مارية، أصبح الأماكن ليست آمنة والمواطنون يسلكون سواء طريق هارون الرشيد الطريق الساحلي وأيضا يتوجهون باتجاه المناطق الغربية وهي منطقة المجاورة لمدينة رفح لمواطن رفح وهي مواطن مدينة خان يونس وصولا إلى المناطق الساحلية للمحافظة الوسطى وتحديدا في مدينة دير البلح وأيضا مخيم النصيرات، وكل ذلك أيضا محفوف بالمخاطر نتيجة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية سواء في مدينة عمليات الجيش الإسرائيلي حاليا وأيضا في المناطق الوسطى والمناطق الشمالية. أشكرك. من قطاع غزة كنت معنا من مدينة غزة مراسل الحدث خضر الزعنون، ونشكر أيضا مراسلنا من دير البلح وسط القطاع أسامة الكحلوت. مشاهدين، بعد حملة القصف الإسرائيلية العنيفة على رفح يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة بناء على طلب من الجزائر للبحث في الضربة الإسرائيلية الدامية على رفح. هذا وطلبت فرنسا باعتماد مجلس الأمن قرارا جديدا ملحا أكثر من أي وقت مضى بشأن رفح نظرا إلى خطورة الوضع هناك. أشارت الخارجية الفرنسية في بيان لها إلى أن الرئيس الفرنسي عبر عن استيائه من الهجمات الإسرائيلية التي أسفر عنها مقتل عدد كبير من النازحين في مدينة رفح، وطالبت الخارجية مجلس الأمن إتاحة الفرصة للأمم المتحدة لتأدية دورها الكامل في قطاع غزة من أجل تلبية احتياجات السكان الفورية وإتاحة حكم الفلسطينيين في أرض يجب أن تتجذر في دولتهم. بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ناقش فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالبها بوقف عملياتها العسكرية في رفح جنوب القطاع. La France. Monsieur Delangu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. إذن للحديث أكثر ينضم إلينا مراسلنا من بروكسل نور الدين الفريضي، ومن باريس مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك نور الدين، وعن العقوبات التي من المفترض أن تفرضها دول أوروبية على إسرائيل، عن أي نوع من العقوبات نتحدث هنا وجراء ماذا؟ هل بسبب عملية على رفح أم هناك أسباب أخرى كربما رد على اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين؟ قبل الوصول إلى سيناريو العقوبات، ربما المهم هو ما هي الاستنتاجات التي توصل إليها الأوروبيون وهم منقسمون منذ بداية الحرب حول القضية الفلسطينية. هناك الآن حسب كلام جوزيف بوريل إجماع ضروري
حول دعوة إسرائيل للامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، لأن المحكمة تمثل مثل ما قال جوزيف بوريل وغيره من المسؤولين جوهر القانون الدولي. هي تقول القانون الدولي، هي تقع في قلب النظام الدولي، والاتحاد الأوروبي كثيرا ما يدعو إلى احترام هذا النظام، النظام الدولي، وهو يقول عن نفسه أنه يقوم على قيم منها دولة القانون. بالتالي لا يمكن للدول الأوروبية أن تقع في تناقض مع نفسها فيما يتعلق بقرارات محكمة العدل الدولي، وبالتالي ملزم بالنسبة لإسرائيل أن تمتثل لقرارات المحكمة الدولية. ثانيا، الاتحاد الأوروبي على مدى يومين، خاصة على مدى في مطلع هذا الأسبوع، اجتمع على أكثر مستوى مع رئيس واستمع إلى رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، الذي قدم الأدلة، قدم خطة الإصلاحات، ولكن قال أيضا إنه يتعرض لعملية خنق اقتصادي مالي من جانب إسرائيل، لأنها تحتاج لأموال مشروعة تعود للسلطة الوطنية الفلسطينية. وأن أعطى أمثلة، يعني دبلوماسي أوروبي تحدث اليوم للحدث عن أن المواطنين أو الموظفين الفلسطينيين على مدى أشهر ربما يتسلمون فقط نصف الراتب. رئيس الحكومة الفلسطينية أبلغ الأوروبيين أن في عيد الأضحى المبارك الذي أصبح قريبا الآن، الإدارة الفلسطينية ليست قادرة على توفير رواتب الموظفين حتى يقوموا بأدنى الواجب تجاه عائلتهم في مثل هذه المناسبة المهمة جدا بالنسبة للعائلات على مدى العالم الإسلامي. ثالثا، أن الاتحاد الأوروبي منصدم جدا وممتعظ إلى درجة الامتعاظ من هذه الاتهامات التي لا تزال إسرائيل تسوقها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، إلى درجة أن الكنيسة الإسرائيلية تبحث قانونا يسعى فيه إلى وصف المنظمة الدولية أونروا بالإرهاب. وبالتالي هذه العناصر الثلاث دفعت الوزراء، حتى من يمثل إسرائيل حول الطاولة، يعني بذلك المجر جمهورية التشيك وزير خارجية النمسا، إلى التحفظ بعض الشيء والموافقة على الدعوة العاجلة. نعم. لمجلس الشراكة الأوروبية. طيب نور الدين، ماذا عن المناقشات المهمة؟ أنذاك تضع أمام هذه المسائل. ماذا عن المناقشات المهمة التي يتم إثارتها لأول مرة بشأن العقوبات قبل أن أنتقل إلى حسين؟ لا، نحن لم نصل بعد إلى طبيعة العقوبات. نحن وصلنا إلى أن الحديث عن اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل أصبح منذ الأمس كلاما غير محظور. في السابق كان هذا كلام محظور، يعني أنت تتحدثين عن من يمثل إسرائيل، يعني المجري، النمساوي، التشيكي، أو إلى حد ما الألماني وبعض الفرنسيين أيضا إلى غير ذلك، تتحدثين مع أناس يمثلون إسرائيل ده على الطاولة الأوروبية. طيب. الآن هؤلاء أصبحوا مقتنعين بوجوب الحديث عن خيارات أخرى، عن إجراءات ملموسة، بمعنى العقوبات ضد إسرائيل إذا ما هي استمرت. كلمة أخيرة، الحديث هنا هو ليس عن معاقبة إسرائيل بالنسبة لجوزيف بوريل وغيره من الدبلوماسيين الذين تحدثت إليهم البارحة، إنما عن حكومة متطرفة. نعم. فاشية تحكم إسرائيل اليوم. تفضلي. نعم، مع العلم أن نور الدين إسرائيل كانت لوحت بعقوبات على هذه الدول، واستدعت أيضا سفراء بعد خطوات اعترافها بالدولة الفلسطينية. حسين، ماذا عن المواقف الفرنسية؟ ماكرون يدعم أي قرارات لمجلس الأمن بشأن عملية رفح، ولكن في نفس الوقت هو يقول بأنه لن يعترف بدولة فلسطينية الآن في ظرف عاطفي، وإنما في لحظة مفصلية.
نعم، في الواقع الرئيس الفرنسي قال أنه مستعد تماما للاعتراف بدولة فلسطينية، وأن هذا الأمر أي الاعتراف ليس من المحرمات، ولكن يجب أن يحصل الاعتراف في لحظة مفيدة وليس بدافع عاطفي حسب تعبير الرئيس الفرنسي. المقصود هنا باللحظة المفيدة التي كررها ماكرون مرارا هذه العبارة. أوضح الإليزي أكثر من مرة ما قصده باللحظة المفيدة، وهي أن تكون ضمن مسار سياسي، ضمن عملية سياسية تفضي في نهاية المطاف إلى حل الدولتين. هنا يكون الاعتراف الفرنسي بالتوقيت المناسب كما توضح مصادر الإليزي. في المواقف أيضا اليوم ما صدر عن الخارجية الفرنسية والذي جاء فيه أنه إزاء خطورة الوضع في رفح بعد تعرض خيم النازحين مطلع هذا الأسبوع لضربات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين، إزاء كل ذلك يجب على مجلس الأمن أن يصدر قرارا جديدا، طالما أنه يعقد اجتماعا عاجلا اليوم لمناقشة الوضع في رفح. وأضافت الخارجية الفرنسية أن على إسرائيل أن توقف عملياتها في رفح كما طلبت منها محكمة العدل الدولية، كما أنه على مجلس الأمن أن يسمح لجميع وكالات الأمم المتحدة أن تلعب دورها كاملا في تأمين الاحتياجات المباشرة للسكان في قطاع غزة. وعلى مجلس الأمن أيضا أن يتيح للفلسطينيين مستقبلا حكم هذه الأراضي، المقصود هنا قطاع غزة، على أن تكون في المستقبل جزءا لا يتجزأ من دولتهم، كما أضافت الخارجية الفرنسية، مذكرة بما ذكرته في مقدمة الخبر ماريا من أن ماكرون أعرب عن استياء فرنسا إزاء استهداف خيم النازحين في رفح، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. طيب حسين، من اللافت أيضا ما جرى اليوم تحت قبة البرلمان الفرنسي وعن رفع النائب للعلم الفلسطيني، ما الذي أثارته هذه الخطوة بين الداعمين والرافضين؟ نتحدث هنا عن اليمين واليسار في فرنسا. كل هذا يحصل في سياق من الغضب في فرنسا في شرائح، لدى شرائح معينة، إزاء استهداف خيام النازحين في رفح، ما ترجم تظاهرات حاشدة مساء أمس قرب سفارة إسرائيل، شارك في التظاهرة عشرات الآلاف، ومساء اليوم في ساحة الجمهورية لا بلاس دو لا ريبوبليك أيضا شارك عدد كبير من المحتجين. واليوم حصل ما حصل في الجمعية الوطنية أي مجلس النواب، عندما رفع سيباستيان دي لوغيو وهو نائب من أقصى اليسار تحديدا من حركة فرنسا الأبية، رفع العلم الفلسطيني خلال جلسة الاستجواب الأسبوعية للحكومة من قبل مجلس النواب، وربما هذه أول مرة يرفع فيها علم غير العلم الفرنسي داخل مجلس النواب، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق هذا النائب الذي اتهم بأنه خالف النظام الداخلي للجمعية الوطنية أي مجلس النواب. سيحرم من راتبه جزئيا على مدى شهرين، سيتقاضى خلال الشهر الأول نصف راتبه وخلال الشهر الثاني نصف راتبه أيضا، كما سيحرم من المشاركة في أنشطة مجلس النواب، كما أعلنت رئيسة هذا المجلس يائيل برون بيفي. كل ذلك يحصل في سياق من التوتر الذي ذكرته، وفي سياق من الجدل المحتدم بين اليسار وأقصى اليسار من جهة، ومن جهة أخرى اليمين الدوغولي وأيضا أقصى اليمين، اللذين طلبا إنزال أقصى العقوبات بهذا النائب من أقصى اليسار. رد أقصى اليسار بالقول أنه في الوقت الذي تعترف به كل من إيرلندا والنرويج ودول أخرى بالدولة الفلسطينية، هناك من يعاقب نائبا لأنه رفع علم فلسطين، تقول أحزاب أقصى اليسار بل حزب أقصى اليسار فرنسا الأبية. ماريا. نعم حسين، أختم مع نور الدين عن دخول قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل ثلاث دول أوروبية حيز التنفيذ اليوم، هل هناك إعلانات أخرى عن إجراءات مرافقة لهذه الخطوة؟ طبعا هذه الخطوة تاريخية، ويعني بعد اطلاعي على المواقف العربية الداخلية حضور الوفود العربية في نهاية هذا الأسبوع ومطلع هذا الأسبوع، في نهاية الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع، يمكننا القول من أن المواقف التي تقول أو تؤجل
بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت ما مثل ما تقول فرنسا في غضون المسار، أو عندما تقول بلجيكا أن تريد أن هذا الاعتراف أن يكون مفيدا، أن هذه المواقف مرفوضة تماما من الجانب العربي، وأن أن هذه المواقف تمنح إسرائيل حق النقض على الدولة الفلسطينية، وهذا الأمر أيضا مرفوض سواء كان من وجهة النظر العربية والفلسطينية، ومرفوض أيضا من ناحية القانون الدولي، أن إسرائيل كدولة احتلال لا تمتلك أي حق نقض، أي فيتو على قيام الدولة الفلسطينية وعلى إعلان الفلسطينيين دولتهم. هذه مسألة أصبحت محسومة مفهومة، تحدث عنها الوزراء العرب للأوروبيين صراحة وجها إلى وجه بأن هذا الأمر مخيب مرفوض. ثانيا، يمكن القول حسب نقل عن مصدر دبلوماسي أن لو اعترفت فرنسا بالدولة الفلسطينية لتلتها دول أوروبية كثيرة، وبالتالي الموقف الفرنسي كان مخيبا بالنسبة للوسط العربي، الوسط الدبلوماسي العربي والفلسطيني، ولكن ذلك لن يمنع دولا أخرى من الاعتراف. كان من المتوقع أشكرك. ومن المؤمل أن اعتراف فرنسا سيجذب الكثير وراءها، ولكن السيناريو الآن أن دولا عدة ستتلو إسبانيا في وقت ليس بعيد، خاصة إذا ما واصلت حكومة بنيامين نتنياهو هذه السياسة الهمجية. تفضل. أشكرك جزيل الشكر من بروكسل مراسل الحدث نور الدين الفريدي، ومن باريس مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر، شكرا جزيلا لكما. إذن مشاهدينا نذكر وإياكم بهذه العواجل التي تظهر أسفل الشاشة. إذن مجلس الأمن القومي الأمريكي يقول بأنه على إسرائيل اتخاذ كل التدابير لحماية الأبرياء، ويضيف متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الصور الواردة بعد الضربة الإسرائيلية في رفح تفطر القلب. بالعودة إلى ملفاتنا في النشرة، سياسيا قال مصدر مصري رفيع المستوى إن الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك بعد أن أفاد موقع والا الإسرائيلي بأن تل أبيب قدمت للوسطاء اقتراحا رسميا مكتوبا بشأن صفقة محتملة لوقف النار في غزة وتبادل الأسرى مع حماس. وأضاف الموقع إلى أن الاقتراح المحدث الذي قدم إلى قطر ومصر والولايات المتحدة يتضمن استعدادا للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بعدد الأسرى الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، بالإضافة إلى الاستعداد لمناقشة مطلب حماس بالهدوء المستمر في قطاع غزة. سمي بسم الله. بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله الله أكبر. مقابل أفادت مصادر خاصة للحدث بأن حركة حماس لم ترد حتى اللحظة على موقفها بشأن العودة لمفاوضات هدنة غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وأن حماس بعثت رسائل للوسطاء أبدت فيها غضبها بشدة من العمليات العسكرية ضد مخيمات النازحين وتحفظها أيضا على العودة للمفاوضات في ظل استمرار القصف الإسرائيلي. وأضافت مصادر الحدث أن المفاوضات معلقة بسبب عدم تلبية إسرائيل لعدد من المطالب أهمها وقف العمليات العسكرية واستهداف
المدنيين والانسحاب من رفح. وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات مستمرة لوضع آليات للعودة للمفاوضات، لكن تل أبيب تعطل أي خطوات لاستئنافها. وشدد الوسطاء في رسائل مباشرة لواشنطن على أن استهداف إسرائيل للنازحين يعطل استئناف المفاوضات. وأكدت مصادر الحدث على أن القاهرة متمسكة بحل أزمة معبر رفح، وأنها ستطرح خلال الأيام المقبلة مقترحات لحل الأزمة دون أي وجود إسرائيلي في المعبر. كما ترون مشاهد لأثار الدبابات أو الجرافات الإسرائيلية مقابل محطة تمراز غربي مدينة رفح. نحن هنا على الشارع الرئيسي المؤدي إلى بحر رفح والمؤدي إلى دوار زهرة. كما ترون النار تشتعل في برج الفيروز أو خلف برج الفيروز إثر الاستهدافات المستمرة من المدفعية الإسرائيلية. كما ترون المشاهد يسمع أصوات أطلاق نار من آليات كما يبدو أو اشتباكات في المكان، غير واضح المشهد. قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية إن المعارضة الإسرائيلية تنسق فيما بينها وتقود حراكا مكثفا لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. ونقلت الهيئة عن مسؤولين في أحزاب المعارضة تأكيدهم أن لقاء سيعقد غدا بين قادة ثلاثة أحزاب ضمن هذا التحرك، ويشارك في اللقاء زعماء أحزاب هناك مستقبل برئاسة يائر لابيد وإسرائيل بيتنا بزعامة أفغيدار ليبرمان وأمل جديدة قيادة جدعون ساعر. وأضافت المصادر أنه تم اتخاذ قرار بتكثيف التحركات لإسقاط الحكومة والتنسيق مع مختلف الأحزاب لهذا الغرض، وأن هناك رغبة من جانب قيادات هذه الأحزاب في انضمام الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس إلى هذا التحرك حتى قبل انتهاء الموعد النهائي الذي حدده لاستقالته من الحكومة في 8 يونيو المقبل. وقالت مصادر مقربة من ليبرمان إن الهدف هو تعزيز كل الأدوات الموجودة تحت تصرف المعارضة البرلمانية وغيرها من أجل إسقاط الحكومة، وأن هدف المبادرة التي يقودها ليبرمان هي إنتاج حكومة جديدة. إذن مشاهدينا، نذكر أيضا بهذه العواجل. متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يقول بأن الصور الواردة بعد الضربة الإسرائيلية في رفح تفطر القلب، ويضيف: لا نعتقد أن هناك ما يبرر شن هجوم بري في رفح. ويضيف أيضا: لم نغض الطرف عما جرى في رفح. البيت الأبيض يقول: هناك خطر حقيقي أن تصبح إسرائيل معزولة أكثر عن المجتمع الدولي. على كل مشاهدينا، نفتح النقاش مع ضيفي من القاهرة. ينضم إلي المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية الدكتور حسن أبو طالب. من الناصرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد نظير من هذه المواقف التي تأتي تواليا من البيت الأبيض، ويقول بأنه لم نغض الطرف عما جرى في رفح، بينما الخارجية الأمريكية منذ ساعتين من الآن تقول يبدو بأن هدف إسرائيل من هجوم رفح هو ملاحقة حماس. يعني كيف يمكن تصنيف هذه المواقف الأمريكية اليوم بين بيت الأبيض ليتحدث عن عزلة إسرائيل وبأنه لا يغض الطرف عن عمليات رفح، وبين الخارجية التي تقول بأنها ملاحقة لحماس؟ مرحبا بك العزيزة مريا وبضيفك الكريم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات.
نعم، هذا هو الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة لا تدرك كما يبدو حتى الآن أن هذه المواقف هي بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل أن تستمر في هذه العمليات الحربية التي تورط إسرائيل في المزيد من المآسي والكوارث، والتي فعلا تزيد عزلتها. وإذا كانت الولايات المتحدة معنية فعلا بإخراج إسرائيل من العزلة، ينبغي أن تمارس أكثر ضغطا عليها وأكثر جدية في التعاطي مع مثل هذه الممارسات، لأنه كان واضحا أيضا لدى الولايات المتحدة أن هذه العمليات حتى لو اتخذت كل المحاذير الممكنة، وحتى لو افترضنا النوايا الطيبة في أن لا يقصفوا مدنيين، سوف يموت مدنيون، لا شك في ذلك. هذه العمليات في كل الحروب في التاريخ أثبتت أنها ستصيب مدنيين، ولذلك وهي عمليات أشبه بالضرير الذي يبحث عن قش، عن إبرة في كومة قش، يعني هم يبحثون عن قادة حماس وعن مغطوفين، وهذا الأمر أيضا لا يأتي بنتيجة بعد حوالي 8 أشهر عندما يذهبون إلى عملية لإخراج 5 جثث لجنود إسرائيليين أو مخطوفين إسرائيليين، يقتل فيها 7 جنود إسرائيليين ويجرح 9. فكيف طيب سيد نظير، يعني بالعودة دائما إلى المواقف الأمريكية، يعني عندما يتم الحديث عن عزلة لتل أبيب ثم المواقف الأولى، يعني كيف أصلا ينعكس ذلك على الداخل الإسرائيلي وعن القرارات الإسرائيلية التي تارة تبدو مواقف أمريكا بأنها مجاهرة بالسماح لعملية في رفح والتي تراها محدودة نوعا ما، وبين تضييق الخناق على إسرائيل؟ هل تأتي فقط في إطار على الحكومة اليمينية المتطرفة وليس على كل الإدارة ومجلس الحرب؟ أعتقد أن المواطن الإسرائيلي اليوم يشعر بهذه العزلة عندما يخرج إلى الخارج، يسافر إلى الخارج، يوجد شعور لدى كل إسرائيلي أنه منبوذ. ورجال الأعمال في إسرائيل يتحدثون عن بداية مقاطعة وتهرب من التعاطي مع إسرائيل في الكثير من البنود والمجالات، في مجالات الثقافة، البحث العلمي، الأكاديمية، الجميع يشعر أن إسرائيل باتت معزولة، وهذا يغيظ هذه الفئات. ولذلك نجد أن هناك اتساعا في عمليات التظاهر في داخل إسرائيل ضد هذه السياسة. قضية مجلس الحرب، ما يميزه أن الجيش الإسرائيلي والغالبية الساحقة من أعضاء المجلس اليوم يقفون ضد سياسة نتنياهو، وهم معنيون بوقف الحرب، هكذا يقولون على الأقل. ولكن الجيش الذي يقوم بالممارسة على الأرض هو نفسه يزيد تعقيدات الوضع نتيجة للعمليات التي يقوم بها. الجيش يستطيع أن يغير تكتيكه العسكري. نتنياهو لا يفرض على الجيش الإسرائيلي كيف يتصرف في هذه القضية أو تلك، يستطيع أن لا يتصرف بهذا الشكل في رفح ببساطة، لكن العقلية العسكرية المتحكمة في إسرائيل تدخلها في تناقضات تؤدي في نهاية المطاف إلى هذه الوضعية المعزولة. طيب سيد نظير، أيضا هناك عاجل آخر وأنت تتحدث إلي. البيت الأبيض يقول لم يحدث خلال الفترة من الأحد إلى الثلاثاء ما يدفعنا لسحب المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. إذن أعود هنا إلى ضيفي من القاهرة، أرحب به مجددا دكتور حسن أبو طالب. يعني كيف ترى هذه المواقف المتتالية من الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرق للخيام، يعني سقوط أكثر من 50 قتيل في يوم واحد، وتقول أمريكا بأنه ما جرى من الأحد إلى الثلاثاء لا يدفعنا لسحب أي أسلحة من إسرائيل؟ كيف تستشرف انعكاس هذه التصريحات على الميدان في الأيام المقبلة مع التقدم الإسرائيلي نحو رفح؟ يعني منذ البداية الولايات المتحدة بتعطي كل المبررات للجانب الإسرائيلي بأن يقوم بكل العمليات وبأبشع العمليات وبأكثر العمليات همجية ضد الشعب الفلسطيني. هي تبرر له وتنفي عنه أي مسؤولية عن إبادة جماعية، وتنفي عنه أي مسؤولية عن الإضرار بالمدنيين. تتحدث بأن إسرائيل تقوم بعدد من التدابير لتخفيف الألام وتخفيف المعاناة، وهذه أشياء تبرر لإسرائيل المزيد من الهجمات والمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني.
وبالتالي أنا أرى أن الولايات المتحدة فقدت أخلاقيتها بالنسبة للشعب الفلسطيني وبالنسبة للشعوب العربية ككل، وأرى أيضا أن الولايات المتحدة تورط إسرائيل المزيد في المزيد ليس فقط من العزلة ولكن أيضا في المزيد من الانحطاط والانهضار الأخلاقي للجيش وللدولة وللممارسات الإسرائيلية ككل. وأرى أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المواقف هي شريكة كاملة بكل المعاناة وفي كل الآلام التي يتحملها الشعب الفلسطيني، وهي شريك كامل سواء من خلال المواقف السياسية ومن خلال التبريرات ومن خلال الأسلحة ومن خلال الوقوف أمام مجلس الأمن لكي لا يتخذ أي إجراءات حقيقية ووفقا للفصل السادس أو حتى وفقا للفصل السابع تجاه إسرائيل، نظرا لأنها لا تلتزم إطلاقا بالقرارات الدولية ولا تلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية. وبالتالي أمريكا في هذا الإطار تعطي دكتور حسن أستسمحك وتعطي أيضا ما يمكن أن نسميه أستسمحك فقط دائما في سياق العواجل. البيت الأبيض يقول لم نرى بعد أي خطة لتوفير الأمن والحماية للمدنيين في رفح. دكتور حسن، يعني كان هناك أيضا أخبار تفيد بوجود عملية عسكرية إسرائيلية في محور فيلادلفيا، وأيضا إسرائيل تحدثت عن تقدمها داخل المحور على الحدود المصرية، مدعت بأنه تدمير لأنفاق حماس. كيف ينظر فعليا مصريا إلى التقدم نحو محور صلاح الدين والتهديدات التي يمكن أن تنجم عن ذلك؟ يعني منذ البداية مصر رفضت أن يكون هناك أي نوع من أنواع التدخل العسكري في المحور الواقع ما بين البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم، وبالتالي في هذا الرفض المصري هو رفض أصيل ورفض قائم على إدراك أن مثل هذه التدخلات ومثل هذه العملية البرية الإسرائيلية في منطقة رفح وفي المحور الذي يمتد 14 كيلومتر هي تسبب الكثير ليس فقط من التوتر ما بين مصر وإسرائيل، وإنما أيضا تسبب الكثير من المعاناة وتؤدي إلى ما يمكن أن نسميه بوضع العلاقات المصرية الإسرائيلية في خانة خطرة لا ترضي الأطراف جميعا، وترضي فقط هؤلاء الذين يسعون إلى توسيع الصراع وترضي فقط هؤلاء المتطرفين في الجانب الإسرائيلي. بالتالي مصر ترفض هذا الأمر جملة وتفصيلا. هي أيضا تدرك أن هذا الأمر سوف يزيد من عزلة الفلسطينيين في الداخل وتزيد أيضا من معاناتهم وتزيد أيضا من انفصالهم عن الخروج إلى ما يمكن أن يسمى بالعالم الخارجي من عبر معبر رفح. ومصر كما هو واضح وكما أكدت مرارا وتكرارا هي لن تتعامل مع الجانب الإسرائيلي من المعبر ما لم يكن هناك جانب فلسطيني. نعم، وكان هناك أيضا مقترحات حسب مصادر الحدث، مقترحات من الجانب المصري لبحث إدارة غير إدارة الإسرائيلية على معبر رفح. على كل سنعود لنقاش هذه النقطة، ولكن أعود إلى ضيفي من الناصرة. سيد نظير، ما مصير المقترحات، مقترحات والمفاوضات التي سعت إليها تل أبيب لاستئنافها؟ هي قالت بأنها قدمت مقترحا للوسطاء، ولكن في ظل عمليات مستمرة على رفح ورفض من أو تحفظ من قبل حركة حماس، هل يمكن أن يتحقق اختراق ما؟ يعني الجانب الإسرائيلي جاء بهذه الاقتراحات بعد صراع عسير داخل الحكومة الإسرائيلية وخصوصا بين الجيش وأجهزة الأمن من جهة، ومعهم جانتس وأيزنكوت وحتى جالانت، وبين رئيس الحكومة نتنياهو وبقية اليمين المتطرف في الحكومة. وفي نهاية المطاف تم إقرار خطة عند الجيش، نتنياهو رفضها، جرى تعديلها وقدمت معدلة إلى الجانب الفلسطيني أو لحماس. الآن يعني حماس تقول نحن اتفقنا، لماذا يجب أن تغير الأمور؟ بالمفاوضات ينبغي أن يكون هناك ذكاء وحكمة، ولا ينبغي أن تعطى الأمور بهذا الشكل. لا يوجد أبيض وأسود في المفاوضات، يعني واضح أن هناك اتجاها واضحا وقويا في داخل الحكومة الإسرائيلية لا يريد مفاوضات ويضطر إلى المفاوضات مرغما وليس بإرادته.
مرغما أولا نتيجة لموقف الجيش وغالبية أعضاء مجلس الحرب، ثانيا نتيجة لتفاقم المظاهرات في إسرائيل. اليوم بدأوا بنوع جديد. لكن ما الذي يسعى إليه الطرف الإسرائيلي باستئناف المفاوضات وفي نفس الوقت هذا الضغط العسكري على رفح؟ هل هو لإرضاء اليمين المتطرف ولتجنيب الحكومة من إسقاطها؟ هذا ما يسعى إليه نتنياهو، وفي نفس الوقت إرضاء جانب آخر الذي يسعى إلى المفاوضات دون تحقيق أي نتائج ملموسة في ظل وجود عقدة لم تحل إلى الآن، وهي وقف دائم لإطلاق النار؟ في إسرائيل التوجه هو أن يدفعوا حماس إلى أن تقول لا وتصبح هي متهمة في قفص الاتهام العالم. هذا التكتيك الذي تتبعه إسرائيل، ولكي تصل إلى هذه المرحلة هي تمارس الضغوط العسكرية حتى يصيح أهل غزة ومصر وقطر والولايات المتحدة وأوروبا والعالم والأهالي الأسرى الإسرائيليين يصيحوا أوقفوا الحرب. يريدون من بالأساس استخدام الضغط العسكري على حماس لكي تتراجع عن مواقفها. لا تريد إسرائيل أن يكون هناك وقف تام للحرب. حماس تخشى أن يكون هناك وقف طويل معين وبعد ذلك يعني تتخلى عن غالبية الأسرى، وعندئذ إسرائيل تعيد الكرة وتستأنف الحرب، ولأن إسرائيل من الممكن في هذه الحالة أن تتنازل عن قسم من الأسرى العسكريين. هكذا حسابات حماس وهذا حسابات إسرائيل. نعم. ولذلك نجد يعني تدخل في هذه التناقضات. طيب أعود إلى ضيفي من القاهرة دكتور حسن. كما قلت مصر تعد مقترحات بشأن إدارة معبر رفح تستبعد فيها أي وجود إسرائيلي، عن أي مقترحات هنا نتحدث؟ هل ما تم الإشارة إليه سابقا مع عودة ربما البعثة الأممية الأوروبية أم تنسيق مع السلطة الفلسطينية؟ ما طبيعة هذه المقترحات وإمكانية أن تجد طريقها نحو التحقيق في ظل وجود إسرائيلي متطور ويتزايد كل مرة في رفح؟ يعني في البداية دعيني يعني أذكر بالأوضاع التي يمر بها موضوع معبر رفح. الجميع ينظر إلى معبر رفح باعتباره هو المعبر الوحيد أو المكان الوحيد الذي يستطيع أن يتنفس من خلاله الفلسطينيون سواء في الداخل أو الذين يعني يستطيعون أو يرغبون أو لديهم مبررات للخروج من خارج القطاع. هذا هو المعبر الحقيقي في هذا المسألة، وبالتالي مصر حريصة على أن يكون هذا المعبر مفتوحا، حريصا على أن يكون مفتوحا للمواد الإغاثية وأيضا لإغاثة الشعب الفلسطيني في كافة احتياجاته. وبالتالي في نفس الوقت مصر لا تريد إطلاقا وترفض تماما أن يكون هناك تواجد إسرائيلي على المعبر. هي تريد بالفعل أن يكون هناك صيغة تجمع ما بين بعض فلسطيني وبعض أوروبي وبعض دولي وبعض أيضا إسرائيلي، ولكن بعيد عن هذا الموضوع. هذه هي الاقتراحات المصرية واقتراحات رشيدة وعقلانية. نعم، انتهى وقت المداخلة. في فرص أخرى نتحدث بإسهاب عن كل ما ستفضي إليه هذه المفاوضات على كل من القاهرة. كنت معنا المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور حسن أبو طالب، من الناصر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي، شكرا جزيلا لكما. إذن مشاهدينا، وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة طائرة تابعة للخطوط السورية الجوية على متنها 176 حاج سوري قادمة من العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد توقف جميع الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012. وأشارت مصادر الحدث أن تسيير الرحلات الجوية من العاصمة السورية دمشق محدودة بفترة الحج فقط، ومن المتوقع تسيير 50 رحلة جوية مباشرة من دمشق إلى مطار جدة لنقل الحجاج حتى اليوم الرابع من ذي الحجة عند اكتمال عملية وصول الحجيج، علما أن رحلات مغادرة الحجيج سوف تتم عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة. ينضم إلينا مشاهدينا من هناك وتحديدا من مطار جدة مراسل الحدث سلطان السلمي. أهلا وسهلا بك سلطان، ضعنا في تفاصيل هذه الرحلة التي وصلت من دمشق لأول مرة منذ أكثر من عقد.
بالفعل قبل تحديدا قبل 3 ساعات من الآن وصلت الرحلة الأولى للقادمة من مطار دمشق على الخطوط الجوية السورية إلى مجمع صلاة الحج والعمرة، وهذه هي الرحلة الثانية التي تحمل على متنها 266 حاج وحاجة قادمين برحلات مباشرة من دمشق إلى مطارات جدة لأداء مناسك الحج. نتحدث كذلك عن بحسب المصادر تشير للحدث أن هنالك قرابة 50 رحلة جوية سوف يتم تسييرها في مرحلة القدوم من دمشق عبر رحلات جوية مباشرة إلى مطارات جدة وتحديدا في مجمع صلاة الحج والعمرة. كان في استقبال هؤلاء الحجيج عبر الرحلتين السابقتين، نتحدث تم استقبالهم أولا عبر وزارة الصحة السعودية للتأكد من خلال التأكد أن كافة الحجاج قاموا بأخذ التطعيمات اللازمة لأداء مناسك الحج، وبعد ذلك يتم إعطاء لقاحات أخرى إضافية في حال عدم أخذ بعض الحج لهذه اللقاحات. أيضا نتحدث كذلك عن هناك عدد كبير من منسوبي وزارة الحج والعمرة السعودية والقطاعات العاملة كانت في استقبال هؤلاء الحجيج بشكل كبير جدا. نعم أشكرك، كنت معنا من مطار جدة مراسل الحدث سلطان السلمي. إذن مشاهدينا نعود ونلقاكم في الساعة 2 من 19 لفتح ملفاتها، تابعوا قناة الحدث على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها. إلى اللقاء. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عجار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. أكثر من 1.1 مليار شخص
يعيش تحت خط الفقر. في أكثر من 110 دول حول العالم، حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة. ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته، ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ الآن 19 من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من 19، وفيها رغم الإدانات الدولية لمحرقة تل السلطان، مجزرة إسرائيلية أخرى في رفح تستهدف مجددا خيام النازحين. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 6 بينهم 2 بجروح حرجة في معارك رفح. إسبانيا وأيرلندا والنرويج تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية، وأوروبا تبحث معاقبة إسرائيل بسبب رفح. واقعة فريدة في البرلمان الفرنسي، نائب يرفع علما فلسطيني، علم فلسطين، وماكرون لا يرى مانع عن الاعتراف بالدولة. وتحقيق للغارديان يكشف تدخلات إسرائيل في عمل الجنائية الدولية، الموساد يتجسس على قضاة المحكمة ويهددهم. مشاهدينا، اعترفت اليوم كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميا بالدولة الفلسطينية في جهد منسق من قبل الدول الأوروبية الثلاث، فيما وجهت تل أبيب انتقادات حادة لهذه الخطوة الدبلوماسية. ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز القرار بالتاريخي، وأكد أن له هدف واحد، هو مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق السلام. وتم رفع العلم الفلسطيني في دبلن خارج مقر البرلمان الأيرلندي، وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن هذه الخطوة تبعث بإشارة إلى العالم بأن هناك إجراءات عملية يمكن اتخاذها كدولة للمساعدة في الحفاظ على الأمل والوجهة المتمثلة في حل الدولتين على قيد الحياة. في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس رئيس الوزراء الإسباني بالتواطؤ في التحريض على إبادة اليهود بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطين. إسبانيا ستوافق على الاعتراف الرسمي بفلسطين، وبهذا القرار تنضم إسبانيا إلى أكثر من 140 دولة تعترف بالفعل بفلسطين، وهذا قرار تاريخي وله هدف واحد، وهو المساهمة في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
قررت الحكومة اعتراف النرويج بدولة فلسطين، وسيدخل الاعتراف حيز التنفيذ اعتبارا من 28 مايو. بذلك ستعتبر النرويج فلسطين دولة مستقلة مع كل الحقوق والواجبات التي ينطوي عليها ذلك. اليوم تعلن أيرلندا والنرويج وإسبانيا أنها تعترف بدولة فلسطين، وسيتخذ كل منا الآن كل الخطوات الضرورية لتنفيذ هذا القرار. إذن مشاهدينا، ماذا يعني إعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية، وما الذي سيترتب عنه؟ تعترف الدول الثلاث بدولة فلسطينية يتم ترسيم حدودها على ما كانت عليه قبل عام 1967، على أن تكون القدس عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين. ومع ذلك أقرت الدول الثلاث أيضا بأن تلك الحدود قد تتغير في أي محادثات للتوصل إلى تسوية نهائية. تعترف نحو 147 دولة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193، بفلسطين كدولة بما في ذلك معظم دول جنوب العالم وروسيا والصين والهند، لكن عددا قليلا فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 هي التي تعترف بفلسطين كدولة، وأغلبها دول شيوعية سابقا، إضافة إلى السويد وقبرص. وقالت دول أخرى إنها تبحث القيام بذات الخطوة، منها بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا. وتثير قضية الاعتراف بدولة فلسطينية انقساما بين بعض أكبر دول الاتحاد الأوروبي، لكن فرنسا قالت إن إقامة دولة فلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لباريس، لكن التوقيت الآن ليس مناسبا، فيما شددت ألمانيا على أن هدفها على المدى البعيد هو التوصل إلى حل الدولتين، وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار. لكن ما هي الأهمية التي تشكلها خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ قرار الاعتراف بدولة فلسطينية من ثلاث دول أوروبية كبرى هو قرار رمزي في مجمله، لكنه يجعل إسرائيل تبدو أكثر عزلة على الساحة الدولية، ويمكن أن يكون له أهمية أيضا إذا قررت دول أخرى كما تأمل الدول الثلاث الاعتراف بدولة فلسطينية. في المقابل جاء رد فعل إسرائيل غاضبا، وسحبت على الفور سفراءها من الدول الثلاث واستدعت سفراء هذه الدول لديها. تدعم الولايات المتحدة حل الدولتين، لكنها تقول إن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مباشر بين طرفين، وليس من خلال الاعتراف من أطراف منفردة بدولة فلسطينية. واستخدمت الشهر الماضي حق النقض ضد محاولة اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية. الاعتراف بدولة فلسطينية يعد خطوة نحو استعادة مسار مفاوضات السلام المتوقف منذ 10 سنوات، والذي من المفترض أن ينتهي بتحقيق رؤية حل الدولتين. رؤية شكلت حجر الأساس لعملية السلام المدعومة من الولايات المتحدة التي دشنتها اتفاقات أوسلو عام 1993، وأدت الاتفاقات إلى الاعتراف أو اعتراف منظمة التحرير بحق إسرائيل في الوجود ونبذ العنف وإنشاء سلطة فلسطينية تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان الفلسطينيون يراودهم الأمل في أن تصبح هذه الخطوة نحو إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية قبل أن تصطدم العملية بمتغيرات سياسية شلت هذا المسار. في العام 2000 جمع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بين عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي يهود باراك في كامب ديفيد للتوصل إلى اتفاق، لكن جهود كلينتون باءت بالفشل. وكان مصير القدس التي تصفها إسرائيل بأنها عاصمتها الأبدية وغير القابلة للتقسيم هو الصخرة الكبرى أمام جهود السلام. وتصاعد الصراع مع بدء الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005،
سعت الإدارات الأمريكية إلى إحياء عملية السلام لكن دون جدوى، وانهارت آخر محادثات سلام في عام 2014. ويبقى هنا السؤال مهم، هل لا يزال حال الدولتين ممكنا بعد أن سحبت إسرائيل المستوطنين والجنود من غزة عام 2005 بشكل أحادي؟ توسعت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وانعدمت معها فرص إنشاء دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة. من بروكسل مشاهدينا ينضم إلينا أمين عام جمعية المحامين الديمقراطيين الدولية جون فيرمون، وينضم إلينا. نعم، إذن معنا لحد اللحظة جون فيرمون، أهلا وسهلا بك معنا في 19. لنبدأ من أهمية هذه الخطوة، وما الذي دفع دول أوروبية بحجم إسبانيا وأيرلندا والنرويج نحو هذا الاختراق الحاصل للاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ يعني عادة من يعترف بالدولة الفلسطينية هو دول المعسكر الشرقي أو دول آسيوية، وبالتالي ما الدوافع برأيك القوية وراء اتخاذ هذه الخطوة اليوم؟ Well, statistically, of course, this is. من ناحية إحصائية، لعلي أقول أن هذه الدول الثلاثة كانت قد انضمت إلى غالبية دول العالم التي اعترفت سلفا بدول دولة فلسطين. لكن من عملية الاستبيان، فهذه أول ثلاث دول غربية تقوم بدعم إسرائيل بصورة مشروطة، لكنها الآن باتت تختلف عن وجهة النظر التي كانت تمارسها. نرى الفوارق المختلفة التي تشهدها الدول الغربية التي دافعت عن إسرائيل في أي ظروف ممكن. أعتقد أن هذه الظاهرة سوف تستمر، لأننا رأينا من خلال الصراع في غزة أن هناك من جهة بعض الدول القليلة التي كانت تتحدث عن مسألة الدعم غير المشروط، وأما الدول أخرى غربية فرأينا نراها كنا نراها بطريقة أو بأخرى وكانت منتقدة بشدة للسياسات الإسرائيلية وتصفها بأنها غير مقبولة. ولذا فإن الاعتراف من قبل هذه الدول الثلاثة هي جزء من هذه الظاهرة. فمثلا بلجيكا التي قامت بحظر التعاملات مع إسرائيل منذ يومين، وهذه خطوة متأخرة، لكن هذا يبين أن الدول الأوروبية منقسمة بشدة فيما بينها حول مسألة إسرائيل وفلسطين. وسلسلة من الدول مستعدة أيضا هي الأخرى للاعتراف بصورة كاملة بشأن سيادة وكرامة الشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي وأن مسألة إقامة دولة قد يكون هو التصرف الأول أو الخطوة الأولى من أجل التوصل لحق تقرير المصير من قبل الشعب. هذه القرارات التي اتخذتها الدول الثلاث تعد مهمة، وأني واثق أن دول أخرى سوف تسير على نفس المنوال، وسوف نشهد أوضاعا متزايدة حيث تبرز فيه شرذمة الغرب بشأن مسألة الدعم غير المشروط لإسرائيل. وعلى المسرح الدولي فإن إسرائيل كانت قد اعتمدت على دعم تلك الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وعلى دول غربية أخرى من أجل تزويدها وأن تقوم بتنظيم الفيتو في المنتديات الدولية. من خلال هذا الفيتو الذي قدمته الدول الغربية فإنه قد تم تقديم
قرار بالنقد بالنسبة لمبادرة المساءلة. وإذا هذه الدول كانت قد باتت مختلفة ومتفرقة من خلال ما يحدث من أوضاع الآن، فأن إسرائيل لن يكون بمقدورها في المستقبل أن تعتمد على هذا الفيتو من قبل حلفائها الغربيين. ومن ناحية سياسية قد تشكل هذه خطوة ذات تبعات كبيرة بناء على قرار اليوم. طيب سيد جون، يعني ذات تبعات كبيرة من أي نوع؟ لأنه حتى الجانب الإسرائيلي يعني سحب السفراء وأيضا لوح باتخاذ إجراءات عقابية. كيف يمكن التعامل مع هذه المخاوف والتهديدات التي تأتي من الطرف الإسرائيلي؟ وهل يمكن أن يكون الرد بالمثل مع الحديث بنقاش لأول مرة يجرى بين دول الاتحاد الأوروبي للمضي في هذا النهج، وهو نهج العقوبات ضد إسرائيل؟ أعتقد أن الدول الغربية يجب أن لا تشعر بالقلق إزاء التهديدات الإسرائيلية، لأن إسرائيل هي التي عليها أن تخشى من هذا الوضع الذي يمثل حلفائها التقليديين وباتت تفقدهم بسرعة. الدعم من قبل هؤلاء الحلفاء هو مثار القلق، ومن ثم لديك الرأي العام والحديث عن مقاطعة وعقوبات وشبه وما شبه ذلك التي قد يتم تشريعها من خلال قرارات سريعة. إن هذه الدول يجب أن لا تخشى من الخطوات التي تم تبنيها من قبل دول أخرى والتي التزمت بأن ترتكب مجازر جماعية. الدول المرتكبة لتلك المجازر الجماعية هي التي عليها أن تكون خائفة وليس العكس. حتى لو تم سحب السفراء من هذه الدول فليفعلوا ذلك. ما الذي قد يؤثر؟ إننا بحاجة إلى سفير من لا يمكننا أن نقبل بسفير من دولة يقوم بارتكاب مجازر جماعية، وعليه فليفعلوا ما يحلو لهم بالنسبة لسحب السفراء. على النقيض من ذلك، علينا أن نقوم بقطع العلاقات الاقتصادية وقطع الأشكال المختلفة للتعاون، وعملية القطيعة هذه يجب أن تتطور بطريقة كبيرة، لأن هذا ما يحدث، ما كان قد حدث في جنوب أفريقيا عندما تحركت الشعوب متضامنة من كافة أرجاء العالم، فهذا قد تطور ليشكل وحدة قوية. ومن ثم في نهاية الأمر، الدول الغربية ونفس الدول الغربية التي تدعم إسرائيل كانت تدعم نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا آنذاك. وفي تلك الجبهة الخاصة بالدول الغربية بدأت عمليات شردمة وشقاق تظهر بين صفوف الدول الغربية، وهي مسألة مهمة لاستمرار نظام الأبرتايد آنذاك. إذن إسرائيل هي التي يجب أن تخشى إزاء تلك التطورات وليس بقية دول العالم. طيب سيد جون، هل تنوون أنتم كجمعية للمحاميين الديمقراطيين رفع قضايا أخرى على إسرائيل والاستمرار في هذا النهج، يعني بالاتساق مع ما يجري من قضايا رفعت من جنوب إفريقيا مثلا محكمتي العدل والجنائية، باختصار لو سمحت لي؟ إن الاتحاد الدولي للمحامين وكافة النقابات الدولية المرتبطة معنا هي كلها منضوية تحت منظماتنا، وكانت نشطة وفعالة على مر عقد من الزمن في هذه المسألة، وخاصة بالنسبة لزملائنا أو بالنسبة للاتحادات التابعة لفلسطين. فهناك اتحاد
جادة معني بحقوق المرأة ويعمل معنا ولديه عمل دؤوب مع المحكمة الجنائية الدولية منذ عقد من الزمن، ورأينا ثمار هذا التعاون أو قد بدأنا نرى ثمار هذه التعاون. أما الخطوة المقبلة فهي تتمثل بحشد المحكمة الجنائية الدولية ليس فقط لتتطرق إلى حالة الحرب الحالية، بل أيضا لتتطرق إلى مسائل الاحتلال وإلى الجرائم التي يجب أن تطلع بها المحكمة الجنائية الدولية ولديها سلطة اختصاص. في الولايات المتحدة فإن المحامين الدوليين التابعين لمنقبتنا سوف يقومون برفع قضايا ضد إدارة الرئيس بايدن، ومنظماتنا في كافة أرجاء العالم سوف تقوم بهذا الأمر بصورة يومية. لكن بكل تأكيد بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، حيث كانت جنوب أفريقيا قد اتخذت خطوات مهمة، فإننا نحاول على المستويات الوطنية أن ندعم الحكومات للمؤازرة في تلك الجهود. وعلى المستوى الوطني أيضا هناك الكثير من الأشياء التي يجب فعلها. فمثلا في بلجيكا هناك مجموعة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من غزة الذين قد قتلت أفراد أسرهم، ولكن لسوء الطالع هناك بعض البلجيكيين الذين يعملون من أجل الدفاع عن قوات الدفاع الإسرائيلية. إذن إن كافة الدول الأوروبية في نفس الحال، وهذا يضع مسؤولية كبيرة على المساءلة، لأن المواطنين البلجيكيين من أصول فلسطينية هم بجانب الضحايا، وبعض البلجيكيين الآخرين هم بجانب الجيش الذي يرتكب مسألة عمليات قتل ومجازر جماعية. لذا سوف نحاول أن نحارب لنكون في الجانب الصحيح من التاريخ، ولنشكل حركة متنوعة للدفع بعملية المساءلة بشأن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. أمين عام جمعية المحامين الديمقراطيين الدولية جون فيرمان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وينضم إلينا أيضا من رام الله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني. أهلا وسهلا بك دكتور معنا في 19. لنبدأ بإمكانية استغلال هذه الخطوة من قبل السلطة الفلسطينية واستثمارها نحو تحقيق العديد من النقاط، من بينها وقف إطلاق النار ثم الوصول إلى حل الدولتين. يعني بدون شك اليوم الإعلان الرسمي بعد الإعلان قبل أسبوع من قبل مملكة إسبانيا والنرويج وجمهورية إيرلندا، وتصديق كلا تلك الحكومات على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض إجراء أي تغييرات على هذه الحدود إلا باتفاق الطرفين، هو تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. نحن نعتقد أي اعتراف ثنائي من أي دولة من الدول هو تعزيز لمكانة فلسطين القانونية، ويقربنا أكثر وأكثر من الانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية رغم المعارضة الأمريكية واستخدام الفيتو. لكن مع ازدياد هذا العدد الكبير وخاصة من الدول الأوروبية، ونحن ننتظر الموجة الثانية من الاعترافات ممكن خلال الشهر القادم وأيضا خلال شهر يوليو القادم، هناك أيضا وعود وهناك اتصالات تجري بيننا وبين العديد من الدول الاعترافات الثنائية، هناك أيضا اتصالات لاعترافات أيضا ذات طيب دول. دكتور أحمد، هذه الاتصالات المضنية والمساعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، هل ترافقها رؤية محددة من قبل السلطة لإقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين؟ بدون شك، يعني هو اعتراف هاي الدول هو تأكيد لاعترافها بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته، هذا أمرا لا جدال عليه، وهو أيضا هو جزء من
ماذا عن رؤيتكم أنتم؟ هذه هي رؤيتنا، ليس لدينا رؤية ثانية. ولماذا ندعو هذه الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا كان لدينا رؤية أخرى؟ نحن ندعو هذه الدول للاعتراف بنا برؤيتنا على أساس التزامنا بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وعلى أساس أيضا الضغط على إسرائيل التي تتهرب من حل الدولتين المعترف به دوليا على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية. هذه الاعترافات هي أولا وقبل كل شيء تأكيد لحق شعبنا بتقرير مصيره وإقامة دولته، ومن جهة أخرى هي في مواجهة الموقف الإسرائيلي الذي يرفض قيام الدولة الفلسطينية. دكتور أحمد، ما هي الخطوات الموالية التي ترافق هذه الاعترافات؟ وتحدثت هنا عن بنود لخطة واضحة أيضا من قبلكم نحو المضي لإقرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هل من بنود واضحة يتم اتباعها بخطوات متتالية بعد الاعتراف اليوم من دول أوروبية بالدولة الفلسطينية؟ إحنا لدينا ثلاث مسارات يعني يجري العمل عليها الآن. هو المسار السياسي في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع كافة دول العالم، وخاصة مع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين والتي نحثها للاعتراف بالدولة الفلسطينية. هناك المسار الدبلوماسي في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية المختلفة، والتي يعني نسعى من خلالها إلى تعزيز الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني. وهناك المسار القانوني عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل العليا ومجلس حقوق الإنسان. إحنا نعتقد أن هذه المسارات الثلاثة تجري بشكل متكامل وبشكل متوازي، وكلاهما يخدم الآخر. إحنا حققنا خلال هذا الشهر إنجازين مهمين، سواء في المحكمة الجنائية الدولية بإعلان المدعي العام عن توجيه مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حرب يوآف جالانت، وكذلك أيضا القرار المحكمة العدل الدولية اللي تتهرب وتتنصل منه إسرائيل لغاية اليوم. نحن أيضا في المسار السياسي كما أشرت قبل كل شيء نسعى مع الدول الأعضاء وخصوصا بعد فشل الولايات المتحدة الأمريكية وانحيازها لمصلحة إسرائيل الدعوة لمؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية. دكتور أحمد، تحدثت عن الإنجازات التي قامت بها السلطة الفلسطينية، سواء فيما يتعلق بالدعوات والقرارات لمحكمة العدل الدولية والجنائية وعن مسار حل الدولتين، ولكن ماذا عن الحرب القائمة في قطاع غزة؟ ما الذي قدمته السلطة الفلسطينية لأهالي القطاع هناك؟ أنا أعتقد أنه هذا السؤال أنا بحاجة لتوضيح أكثر. هو السؤال الأساس، ما الذي لم تقدمه السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لشعبنا في قطاع غزة؟ هذا أنا أعتقد هذا سؤال ربما يكون أدق من سؤال ماذا قدمت، لأنه إحنا كما كنا نتحمل المسؤولية السياسية والقانونية ونتحمل مسؤولية شعبنا في قطاع غزة، وأكثر من نصف موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية كنا نتحملها رغم سيطرة حركة حماس عسكريا على قطاع غزة، لكن كنا نحن نقوم بالمسؤولية الكاملة عن كل القطاعات الاجتماعية في قطاع غزة. علاوة على ذلك، الاحتلال الإسرائيلي اليوم يعاقبنا ويعاقب السلطة الوطنية الفلسطينية على دعمها لقطاع غزة باقتطاع الأموال التي نصرفها على غزة من الأموال المقاصة الفلسطينية. بالتالي نحن نتحمل مسؤوليتنا بالكامل على المستوى السياسي
أولاً في قطاع غزة، وعلى كل الجهد الذي نبذله لوقف إطلاق النار ووقف العدوان على شعبنا وفتح المعابر ورفع الحصار عن أبناء شعبنا هناك، وأيضاً نعمل مع كافة الأطراف الدولية ليس فقط لوقف إطلاق النار وإنما لتحديد مسار سياسي يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتوحيد الأراضي الفلسطينية تحت سلطة وطنية واحدة وفي ظل حكومة فلسطينية واحدة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من رام الله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دكتور أحمد مجدلاني. شكرا لك. عندما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين وحماس، أصدر تحذيرا غامضا حيث قال: أصر على أن جميع المحاولات الرامية إلى إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة يجب أن تتوقف في الحال. ولم يقدم كريم خان تفاصيل محددة عن محاولات التدخل هذه في عمل المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أشار إلى بند في المعاهدة التأسيسية للمحكمة يجعل أي تدخل من هذا القبيل بمثابة جريمة جنائية، وأضاف أنه إذا استمر هذا السلوك فإن مكتبه أي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لن يتردد في التحرك. لم يذكر المدعي العام للجنائية الدولية من حاول التدخل في عمل المحكمة ولا كيف حدث ذلك بالضبط، لكن تحقيقا استقصائيا لصحيفة الجارديان البريطانية كشف أن رئيس الموساد السابق يوسي كوين جمع معلومات عن المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا وهددها. وقالت الصحيفة البريطانية إن كوين وعبر جمعه معلومات عن بن سودا حاول دفعها للتخلي عن التحقيق الذي بدأته عام 2021 بشأن جرائم حرب إسرائيلية محتملة في الضفة الغربية. وبحسب الجارديان فإن اتصالات كوين السرية مع المدعية العامة السابقة جرت في السنوات التي سبقت قرارها بفتح التحقيق. تحقيق الجارديان ذهب إلى أن هدف الموساد كان التأثير على المدعية العامة أو تجنيدها لتتعاون مع مطالب إسرائيل، لكن بن سودا أطلعت مجموعة من المسؤولين في الجنائية الدولية على محاولات صرفها عن تحقيقاتها وأعربت عن مخاوفها بشأن طبيعة سلوك كوهين المستمرة والمهددة لها ولعائلتها. وكشفت الصحيفة عن لاعب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا دورا كبيرا في دعم أو دورا كبيرا في دعم جهود الموساد للتأثير على بن سودا. وختمت الجارديان بالقول إن المتحدث باسم مكتب نتنياهو نفى الاتهامات معتبرا أن لا أساس لها من الصحة. نفتح النقاش مشاهدينا مع ضيفي من عمان، أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية دكتور حسن المومني، ومن القاهرة دكتور صبحي عسيلة رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع ضيفي من القاهرة دكتور صبحي، أي نوع من التخويف كان يقصد هنا عمران أو كريم خان عفوا، وهل الملاحقة للحصول على معلومات ما هنا المقصود بها معلومات شخصية أي تطال حتى عائلات القضاة في المحكمة الجنائية؟
يعني في الحقيقة طبعا عندما يسند هذا الموضوع للموساد سواء سابقا أو لاحقا، أنا متأكد أن هذه المهمة كانت مهمة ملقاة على عاتق الموساد، وهنا تستخدم الاستخبارات الإسرائيلية الموساد كل الأحاييل وكل الضغوط التي يمكن أن تستخدمها لكي تضغط على شخص ما في محاولة لتغيير وجهة نظره أو ربما تجنيده كما قيل أو الضغط عليه. وهذه الضغوط وهذه الطرق المخابراتية معروفة تماما، ومن ثم هنا تكون كل المعلومات مطلوبة سواء عن الشخص أو عن عائلته، يكون التهديد بشكل مباشر أو غير مباشر. الخلاصة أن هذه طرق استخباراتية، ومن ثم أحيل هذا الأمر إلى جهاز الاستخبارات يوسي كوهين طبعا في العملية الماضية مع بن سودة كون خبرة ما في محاولة الضغط. قبل الحديث عن هذه النقطة دكتور صبحي، ليست شخصية، يعني كريم خان عندما يتحدث عن مجموعة من التهديدات وبأنها لن تعيق العمل، هل يعني فعليا بأن الموساد ينتهج نفس الفكرة أو نفس الممارسات التي انتهجها مع المدعية العامة السابقة؟ بكل تأكيد الموساد انتهج نفس يعني يمكن توقع ذلك أنه انتهج نفس الطرق وربما أضاف إليها. ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها كريم خان أنه يتعرض، هو لم يذكر إسرائيل بالاسم، فهم من الجميع أن إسرائيل تتحرك، وبالتالي إسرائيل هنا يمثلها الموساد، وأن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تتحرك خشية أن يصدر هذا القرار، حاولوا أن يصرفوه عن اتخاذ هذا القرار. كمان بن سودة كانت قد قالت وأشارت أنها تعرضت لهذه الضغوط، فهو لديه فكرة أن مجرد تفكيره في اتخاذ مثل هذا القرار لابد أنه سيعرضه إلى ضغوط وملاحقات من الجانب الإسرائيلي، وربما ملاحقات وضغوط تابعة للموقف الذي قام به. يعني نحن لدينا مرحلتين، المرحلة الأولى كانت لإثناءه عن اتخاذ هذا القرار وهو الآن قد اتخذه، المرحلة الثانية فيما بعد اتخاذه، ويفكرون كما فعل ترامب في الحقيقة مع إسرائيل كيف يعاقبون المحكمة الجنائية الدولية وكيف يعاقبون كريم خان نفسه على اتخاذ هذا القرار. طيب أعود إلى ضيفي هنا من عمان لأشركه في الحوار. برأيك دكتور حسن، ما حدود الموساد في تجسسه على الجنائية المحكمة الجنائية؟ وعندما نقول تجسس، ما المعلومات التي يريد أن يحصل عنها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. مما لا شك فيه، يعني إذا الآن فقط نقرأ ما نشرته الجارديان بهذا المعنى، إضافة إلى التاريخ الطويل لإسرائيل في استخدام أذرعها الاستخباراتية بفعالية من مبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة، نستطيع أن نتحدث أنه في العشر سنوات أو تسع سنوات الماضية كانت هنالك عملية تجسس كبيرة بهذا المعنى. وبالمناسبة عملية التجسس لا تقتصر فقط على جمع المعلومات، وإنما زي ما أشار التقرير وزي ما أشارت حضرتك بهذا المعنى، هي أيضا تتطلب يعني بكون فيها أيضا مسألة التهديدات، مسألة محاولة التجنيد وكل هذه الجوانب. وبالمناسبة يعني مسألة المعلومات أنا بتقدير الشخصي يمكن تكون الجانب السهل بهذا المعنى، الكل يعلم بأننا نعيش في عالم القرن 21، التكنولوجيا متطورة، إسرائيل تمتلك الأدوات التكنولوجية المتطورة وتمتلك أيضا الخبرة البشرية بهذا المعنى. الكل يعلم، هنا لا نريد أن نضخم إسرائيل، لكن الكل يعلم أن إسرائيل واحدة من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها هي الأذرع الاستخبارية، وفي تاريخها إسرائيل وحتى ما قبل الإنشاء كان في هنالك أيضا عمليات استخباراتية وعمليات وصلت إلى درجة القتل. يعني كلنا مثلا نتحدث عن لورد برنادوت عندما أيضا اتهمته بأنه متعاطف مع الفلسطينيين وتم اغتياله من قبل العصابات. ثم تاريخيا هنالك صراع الإسرائيل مع الدول العربية مع منظمة التحرير، وكيف أن الأذرع الاستخبارية لعبت دورا فاعلا. الآن مسألة الهياكل الدولية، بالمناسبة هذا كمان أيضا يكشف حقيقة أنه هل هنالك هياكل دولية أيضا إسرائيل تجسست عليها ومارست نفس الشيء بهذا المعنى، لأن هنالك أيضا الأمم المتحدة التي إسرائيل لا تنظر إليها بعين المد. طيب دكتور حسن، لو المسألة بتقدير الشخص، نعم لو نتحدث عن خطورة هذه الخطوة الآن، يعني حتى نوضح للمشاهدين أكثر، هل ما يحاول من قبل الموساد اليوم هو حصول على معلومات لعائلات هؤلاء من بينها ربما كريم خان
المساومة لفني الجنائية الدولية عن القرارات التي اتخذتها، مع العلم بأن كل الخبراء القانونيين يقولون بأن الوقت قد فات وبالتالي القرار صدر ولا يمكن أي أحد أن يثني الجنائية عن المذكرات التي أطلقت؟ يعني قطعا لا أعتقد أنه الآن إسرائيل تستطيع أن تضغط الآن بعدما تكشف الأمر، ويمكن تجاوزت الأمر ما يسمى في مرحلة اللا عودة بهذا الجانب، والجنائية الدولية اتخذت قرارها بهذا الجانب. على العكس من ذلك، يمكن هذه حالة التجسس وطبيعي نزاهة محكمة الجنايات الدولية أضافت إلى إسرائيل تعرية إضافية حقيقة، وأصبحت إسرائيل ينظر إليها على اعتبار أنها دولة مارقة بهذا الجانب، وأن فقدت حقيقة أي قيمة أخلاقية قيمية في التعاطي مع هكذا هياكل، هذه الهياكل الدولية ما هي هياكل قيمية أخلاقية حقيقة بهذا الجانب. فلذلك أنا بتقدير الشخصي الكشف عن ما قامت به إسرائيل وضع إسرائيل في 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 القرنة، يعني أضاف انكشاف استراتيجي لإسرائيل، إضافة إلى ما قامت به مثلا محكمة العدل الدولية، إضافة إلى مسألة الاعترافات، إضافة إلى التنامي المتزايد حقيقة لعزلة إسرائيل على مستوى العالم بهذا الجانب. أضف إلى ذلك كمان ما هو هذا الكشف أيضا وضع حدود أمام المحكمة الجنائية ومن يعمل بمحكمة الجنائية، بأن أي خطوة قادمة لا تتم لنفرض أي بتقدير الشخصي قد تشكل أيضا رادع لأي مسؤولين بالجنائية الدولية أو يتم تحصينهم من أي محاولات ضغط من قبل إسرائيل بهذا الجانب. طيب دكتور صبحي، هل إمكانية التحصين قائمة فعليا، مع العلم بأنه حتى جوزيب بوريل كان قد تحدث وقال أطلب من الجميع بدءا من حكومة إسرائيل وبعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم، ولكن في الجانب الآخر هناك أيضا نواب في الكونغرس الأمريكي دعوا إلى سن عقوبات على القضاة في الجنائية وعائلاتهم. هل برأيك أن تل أبيب استمدت القوة من واشنطن في هذا الخصوص؟ بكل تأكيد، وأنا دعينا أختلف قليلا ما طرح بشأن المرحلة التي ستلي المرحلة الأولى، وأنا أتصور أنها كانت المرحلة الأسهل، هي لا أقول أنها سهلة، وهي طلب المدعي العام أن تصدر المحكمة مذكرة الاعتقال. نحن ما زلنا في انتظار المرحلة الأهم في الحقيقة، وهي أن توافق هذه المحكمة وتصدر مذكرة الاعتقال بالفعل، وهذه هي المرحلة وأنا هنا أدعي أو أرجح أن تسريب هذه المعلومات إلى الجارديان، ولو كان لنا أن نعرف المصادر التي تمكنت الجارديان للوصول لها، أنا أتصور وأرجح أنها تكون من دوائر محيطة بهذه المحكمة، لأنه في الحقيقة إعلان هذا الموضوع يعني أن هناك كشفا لهذه الأمور، وأنه لا رضا على هذه الأمور، بل أنه تلويح كريم خان نفسه بالمادة الموجودة في بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية، أنه هذه تعتبر جريمة في حد ذاتها، هو يحاول أن يضع جدار من الآن من الضغوط المتوقعة. المحكمة تتوقع ضغوطا كبيرة جدا، خاصة وأننا دخلنا المرحلة الصعبة، هذه المرحلة ستتولاها الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل ستكون لها اليد الأقل أو اليد القدرة الأقل في التأثير على المحكمة في هذه اللحظة، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستتولى هذا الموضوع، كما حدث سابقا مع ترامب 2021 أو من 19 إلى 21 كان ترامب هو الذي يقود هذه العملية. الآن إما أنهم يضغطوا على المحكمة حتى لا تصدر المذكرة، أو يهددوهم كما قالوا علنا، هذا ليس تحليلا، هم قالوا علنا أنهم إن حاسبوا إسرائيل سنحاسبهم، هم قالوا أنهم ينتظرهم جزاء كبيرة. هل ستفلح هذه الضغوطات برأيك دكتور صبحي في محكمة العدل الدولي قبل إصدار الخطوة الأخيرة؟ إلى حد التخوف كبير جدا طبعا، لأنه تأثير الولايات المتحدة الأمريكية تأثيرا كبيرا. أنا أتصور هنا أن الموقف الأوروبي وموقف دول العالم وما يحدث في العالم من إدانة لما تقوم به إسرائيل ربما يجعلنا أمام اللحظة الفارقة واللحظة الحقيقية أن تصدر المحكمة هذه المذكرة مذكرة الاعتقال، خاصة وأن المحكمة رغم أنها كريم خان طلب اعتقال جالانت ونتنياهو وثلاثة أيضا من قادة حماس، هو حاول حتى أن يبدو معتدلا وأن يطالب
جانب المسؤولين باعتقال المسؤولين عن هذه العملية على هذا القرار يمر، لأنه يعرف تماما أن إسرائيل كانت تحضر له الذخيرة. أختم مع ضيفي من عمان. إسرائيل في كل المحافل الدولية. أختم مع ضيفي من عمان لكبح جماح ربما هذه التهديدات، كما أشار ضيفي كريم خان تحدث عن هذه السلوكات وقال بأنها تعتبر جريمة جنائية. هل يمكن توقع تحركات ما من المحكمة الجنائية، وما أقصى ما يمكن أن تقوم به؟ يعني هو في حالة تصعيدية ما بين المحكمة وما بين إسرائيل مما لا شك فيه، وما أعلنه كريم خان هي محاولة دفاعية استباقية ورسالة كمان فيها نوع من التهديد ونوع من التهويش بهذا الجانب. أنا قطعا هنا دعنا لا نركز على أنها فقط هي جوانب قانونية، قطعا المحكمة الجنائية الدولية والقوى اللي ذكرناها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها أدخلت المحكمة الجنائية فيما يسمى في إشكالية وتعقيدات الجيوبوليتكس، بمعنى أنه في نهاية المطاف قد تكون في نوالك تسويات سياسية، قد تستخدم محكمة الجنائية الدولية وقرارها في سياقات سياسية للضغط على إسرائيل، للضغط على أطراف بهذا الجانب، حتى الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي توفر الحماية لإسرائيل ممكن أن تستخدم هذه القرارات باتجاه الضغط على كل من إسرائيل وكل من حماس بهذا الأمر. ولا ننسى أن هنالك مفاوضات جارية فيها وسطاء بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك قد يتم توظيفها في سياق يعني متزن. وبنفس الوقت قطعا الولايات المتحدة الأمريكية قرار استراتيجي في الحفاظ على إسرائيل وحمايتها من أي قرارات. من عمان كنت معنا أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية دكتور حسن المومني، كما أشكر أيضا ضيفي كان معنا من القاهرة دكتور صبحي عسيلة رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. إلى لبنان الآن مشاهدينا، ووسط انقسام وتشتت يطبع المشهد السياسي في لبنان وتصاعد العنف جنوب البلاد، يواصل المبعوث الفرنسي جون إيف لودريان سلسلة زيارته إلى بيروت، الزيارة الخامسة للودريان يراها متابعون كسابقاتها خالية من أي جديد يذكر. تقارير لبنانية تحدثت عن مقترح فرنسي جديد بإجراء حوار لبناني في باريس من أجل التوصل لانفراجة سريعة انتخاب رئيس جديد للبلاد، لكن المقترح وحسب المصادر ذاتها لم يلقى أذانا صاغية من معظم الأطياف السياسية اللبنانية التي عبرت عن استغرابها من توقيت الزيارة، خاصة وأن الوضع الحالي لا يوحي بانفراجة قريبا. مهمة الموفد الفرنسي ستصطدم حسب مراقبين بعدد من العراقيل أبرزها تمسك الثنائي أمل وحزب الله بزعيم تيار المرضى سليمان فرنجية مرشحا للرئاسيات، وهو الذي لا يلقى قبولا من الطرف الآخر في المعادلة السياسية، إضافة إلى ربط حزب الله الانفراج السياسي في البلاد بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطقهم، شرطان يرى متابعون أنهما لن يتحققا على الأقل في المدى القريب. وفي وقت يجمع كثيرون على أن زيارة لودريان شكلية، يذهب وآخرون إلى أنها تندرج في إطار إعادة تأكيد فرنسا لدورها في لبنان. النائب في تكتل الاعتدال الوطني أحمد الخير قال إن الزيارة مهمة وتأتي لدعم مبادرة اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على الخروج من الانسداد السياسي المستمر منذ عام ونصف. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي أسعد بشارة. أهلا وسهلا بك سيد أسعد معنا في 19. إذن جولة جديدة وهي السادسة لجون إيف لودريان في ظل ظروف سياسية ليست ناضجة وجنوب مضطرب، ما فائدتها؟ سيد أسعد هل تسمعني؟ نعم سيد أسعد هل تسمعني؟ هل أنت معنا؟
نعم، إلى حين إذن إلى حين مشاهدينا أن يتم ربط الاتصال مجددا مع ضيفنا من لبنان، نذكر بالعواجل التي ظهرت أسفل الشاشة عن الخارجية السعودية التي تقول بأنها تدين بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. وتضيف الخارجية السعودية بأن المملكة تحمل السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء ما يحدث في رفح وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالعودة مشاهدينا إذن إلى ملفنا في لبنان للحديث عن هذه الزيارة لجون إيف لودريان إلى لبنان، ينضم إلينا أسعد بشارة الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بك سيد أسعد مجددا معنا في 19. نسأل عن صوت. نعم طيب، يبدو أنه سيد أسعد لا يسمعنا، هناك خلل تقني من المصدر. لا أنا معك. نعم، أرحب بك مرة أخرى سيد أسعد. إذن نسأل هنا عن الجولة الجديدة وهي السادسة لجون إيف لودريان إلى لبنان، ما فائدتها في ظل ظروف سياسية ليست ناضجة بعد وجنوب مضطرب؟ باستثناء الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه مجموعة الدول الخمس والتي تعبر عنه فرنسا عبر مبادرات وزيارات كزيارة لودريان إلى بيروت التي هي الزيارة السادسة ربما، والمبادرة القطرية التي تتم أيضا بالتنسيق عبر استدعاء بعض القيادات اللبنانية إلى الدوحة، باستثناء هذا الضغط الدبلوماسي لا يوجد ما يمكن من القول بأن هناك أدوات حقيقية للضغط على حزب الله الذي يعطل انتخاب رئيس جمهورية حتى بقصد أن يأتي برئيس حليف موثوق له مثل حليف سليمان الفرنجي. بالتالي زيارة لودريان ليس فيها أي جديد، حتى ولو كان هناك طروحات جديدة كطرح يعني دعوة قيادات لبنانية للتحاور في فرنسا، هذه الدعوة باعتقادي قد أحبطت في المهد إذا كانت فرنسا تفكر في تنفيذها، لأن فريق الممانعة يصر على أن يكون هناك ما يسميه حوارا في مجلس النواب برئاسة. طيب، موقف فريق الممانعة كما أسميته سيد أسعد واضح، وهو دائما يربط ما يجري في لبنان وانتخاب رئيس وأي حل في الأفق بجبهة الحرب على غزة، وبالتالي نسأل هنا عن دور الكتل السياسية الأخرى ومثلا الوسطيين وغيرهم اتساقا مع جهود الخماسية، هل يمكن أن يفضي إلى تحريك الركود في ملف الرئاسة في لبنان؟ عجزت كل المبادرات، لأن هناك إصرار، هناك حائط صلب أو مقفل اسمه حائط حزب الله لن يخرقه أحد، لأن حزب الله مصمم على الإتيان برئيس جمهورية موال له أو قبض ثمن كبير مقابل أي تسوية تكون لمصلحته. أيضا نواب الاعتدال كما تتفضلين يسمون أنفسهم نواب الوسطيين حاولوا أن يرتبوا تفاهما على تشاور نيابي في مجلس النواب وليس حوارا برئاسة بري، ثم عادوا وأطفأوا محركاتهم لأن بري رفض. قبلت المعارضة لكن أتى الرفض من قبل رئيس المجلس الذي هو ممثل الثنائي، بالتالي سقطت الدعوة التي كان يفترض لو قبلت أن يليها فتح مجلس النواب من قبل رئيس المجلس وتحديد جلسات بدورات مفتوحة لانتخاب رئيس حتى انتخاب رئيس جمهورية، لكن كل ذلك توقف. طيب. سيد واجهته أسعد. مبادرة الاعتدال تواجهه الآن المبادرة الفرنسية ومجموعة الدول الخمس. نعم، البعض يقول أيضا بأن هذه الزيارة هي تأتي في إطار التحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس الفرنسي ونظيره الأمريكي لبحث رؤية ما تكون مشتركة بين فرنسا وأمريكا لانتخاب رئيس في لبنان. هل يمكن هذه المرة إذا دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على الخط أن تشكل رافعة ما لجهود الخماسية والجهود الأخرى؟
نأمل ذلك، لكن الوضع يختلف عن قمة الأطلسي التي عقدت بين شيراك والرئيس السابق جورج بوش، والتي أنتجت القرار 1559 بتجريد السلاح و يعني سلاح كل الميليشيات في لبنان، وفيما بعد أنتجت قيام الممانعة باغتيال رفيق الحريري وكل الأحداث التي شهدناها. الآن حتى الآن ليس هناك تلويح من الدول القادرة على فرض عقوبات على المعطلين، لا بتسمية المعطلين إلى الآن ولا بفرض عقوبات. طيب، من دون أدوات ضغط كيف يمكن لمجموعة الدول الخمس أن تترجم هذا الجهد الدبلوماسي إلى انتخاب رئيس خيار ثالث في لبنان؟ المعارضة قبلت بالخيار الثالث، أما حزب الله فهو المتمسك وهو الذي يعطل هذه الانتخابات بدون يعني بالجزرة. لا يمكن مع العصا، استبدال العصا بالجزرة، هذا ما يوجع بعض الفرقاء في لبنان الذين المسؤولين عن التعطيل. إلى الآن لا توجد يعني بوادر بهذا الموضوع. عسى أن تكون قمة من هذا النوع تحمل يعني ترجمات عملية للضغط لإخراج لبنان من عنق الزجاجة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بيروت الكاتب الصحفي أسعد بشارة. كما أشكر أيضا مشاهدينا على المتابعة. يأتيكم الزميل بصير شتية بعد لحظات من الآن. إلى اللقاء.